من المعروف أن عضلة البطن من أجمل العضلات في الجسم، والجميع يحلم بالحصول عليها ذكورا كانوا أو إناثا، لأنها تمنح مظهرا جذابا وشكلا متناسقا للجسد. إضافة إلى ذلك، فهي تحمي عدة أعضاء حيوية تحتها كالمعدة والكبد والكلي. وللأسف إبرازها ليس بالأمر الهين، وخصوصا إذا كانت الدهون متراكمة حولها، لكن الأصعب هو إبراز الجزء السفلي والجانبي منها. لحسن الحظ، هناك الكثير من التمارين لإبراز هذه المناطق، لذلك اخترنا لكم أكثر التمارين الفعالة في تقسيم البطن الجانبية والسفلية، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا، سنبدأ بالتمرين الأول Handing Leg Raise. قم بالتشبث جيدا بالبار وارفع رجليك لأقصى حد حتى تلمس بطنك بفخذيك، واحرص جيدا على عدم التأرجح كي تجعل الضغط على البطن وليس الظهر. فالمنطقة المستهدفة في هذا التمرين هي العضلات السفلية للبطن، والعضلات المساعدة هي الأفخاذ. تقوم بالتمرين 3 أو 4 جولات بدون وضع حد للتكرارات، فقط استمر إلى غاية الوصول للفشل العضلي. التمرين الثاني Seated Knee Raise. هذا التمرين فعال جدا ولا يجب إهماله. في البداية اجلس على كرسي وابدأ في تحريك رجليك بهذه الطريقة. افصل اتصالك مع كل الأعضاء وركز على حركة البطن. المنطقة المستهدفة هي عضلة البطن السفلية، أما العضلة المساعدة فهي الأفخاذ. تقوم بالتمرين 3 أو 4 جولات بدون وضع حد للتكرارات، فقط استمر إلى غاية الوصول للفشل العضلي. التمرين الثالث Sit Sit-ups. هذا التمرين يستهدف عضلة البطن السفلية والجانبية معا، كما يمتاز بسهولة أدائه. تقوم بالتمرين 3 أو 4 جولات بدون وضع حد للتكرارات، فقط استمر إلى غاية الوصول للفشل العضلي. التمرين الرابع Cable Wood Chop. تمرين رائع جدا لاستهداف العضلات الجانبية للبطن، ولأدائه بالطريقة الصحيحة يجب أن تحافظ على مسار الحركة المشابه لحركة قطع الخشب بالفأس. كما وننصح بعدم وضع وزن أثقل من قدرتك كي تحافظ على الطريقة الصحيحة لأداء التمرين. كرر التمرين من 3 إلى 4 جولات، وكل جولة من 12 إلى 15 تكرار. بعد الانتهاء من الجانب الأيمن، أعد التمرين مرة أخرى للجانب الأيسر. التمرين الخامس Dumbbell Oblique Twist. أحمل وزنا متوسطا أمامك وقم بتحريكه على شكل نصف دائرة. وللحصول على تأثير أكبر على عضلات البطن الجانبية، تجاهل حركتي يديك وركز مع حركة البطن. كرر التمرين من 3 إلى 4 جولات، وكل جولة من 12 إلى 15 تكرار. التمرين السادس والأخير Plank and Sit Plank. من أهم التمارين لعضلات البطن، فهو يقوم ويشد الترهلات، كما يعمل على تناسقه. ومن أجل السلامة، احرص على جعل رقبتك في وضعية جيدة لتجنب الإصابات. بعد أن تعرفتم على أهم التمارين لعضلات البطن الجانبية والسفلية، فلننتقل الآن لبعض النصائح العامة لعضلات البطن. أولاً، التعود على تمارين البطن. إذا كنت غير معتاد على أن تتمرن على عضلات بطنك، فلا تمرنها بعنف في أول مرة، بل قم بتمرين خفيف وارفع الشدة كل يوم.
أما إذا قمت بتمارين قاسية فستفاجئ العضلة لأنها كانت في حالة خمول منذ مدة طويلة، وستحدث فيها تشنجات وانقباضات، مما سيؤدي إلى الشعور بالألم لعدة أيام، يرافقه انعدام التفكير بتمارين البطن مرة أخرى. ثانياً، سلامة الظهر. إذا كنت تعاني من مشاكل في الظهر فاستشر طبيبك قبل أداء تمارين البطن، لأن هناك بعض الحركات التي تؤثر على الظهر وتحتاج فقرات سليمة. ثالثاً، لا تتمرن على معدة ممتلئة. إذا تناولت وجبة كبيرة فلا تقم بأداء تمارين البطن كي لا تشعر بالغثيان، وانتظر ساعتين على الأقل قبل التمرن أو خذ وجبة خفيفة فقط. رابعاً، التحلي بالصبر والالتزام. آخر نصيحة هي التحلي بالصبر والالتزام، فلا تتوقع أنك ستحصل على ما تريد في أول أسبوع، لذلك اجعل إرادتك قوية ونظم برنامجك كي تحصل على نتائج أفضل وأسرع. إلى هنا ينتهي موضوعنا، فنتمنى أن تكون قد استفدت معنا. كما